شلونك عيني؟ اهلا، شو اخبارك؟ يا بعد روحي. شنو الاوضاع؟ العزيز شو الاخبار؟ يا بعد عمري. شو شنو؟ كنك شنو؟ اي والله جاي نصمم. شو صمم؟ وعلي فيديو نشر على التيك توك. شوف والله اشتدك والله مبين مصمم زين. وين يا صمتك بالتيك توك؟ والله جديده بعدها ما كامل. انت تلعب المحل؟ اي هاي نال هسه الصبح. الله اي شوف التصميم حلو. هاي مقصوده؟ ها مقصوده هاي؟ والله اجت هسه على بالي وصورتها والفكره اجت وبعد على قولتهم تصميم هو وراح. قصدته ولا؟ شلون يعني قصدت على شخص؟ ايه واضحه بعد هي اقول لك من الشعر مو شغلتها. ها؟ ما قصدي هواي يعني واحد اثنين. من هو؟ لازم شخص واحد. زين اكبر تشيز مثلا انت تنشر لك ستوري تنشر لك مقطع مثلا يشاهدون الف بس انت مثلا من ذول الالف اكو واحد يكون يشوفه اهم شيء واحد يشوفه. والله ماكو واحد. ماكو؟ اي صاروا كلهم عادي يعني. والله العظيم. لاصدقائك تقصدي اصدقائك؟ حتى صديق ما عاد يعني صدق. والحسين هاي من الصبح لليل هنا بالشغل والحمد لله وشكاية كلها. اي والله. ليش ما عندك صديق؟ الصعب هاي الوقت ما تفيد والله واحد يحشيها الصراحة. ما تفيد لان حق ربك صادق الزين والمو زين. لا زين فاد ولا المو زين فاد. زين. كلها هيك. والله العظيم اليوم صعب. جربت الزين والمو زين؟ اليوم صاحبك من وجيبك. والله العظيم الزلمة اليوم يجيب خبز البيته ويطرز جيبه. والله العظيم. والحسين. بس لازم يعني لو خليت قلبت ما عاد ابد لازم اكو واحد ثقه بس واحد بس واحد ومثل ما تقول بعيد كلش يعني بعيد عني. اي هذا محافظه؟ اي بغير محافظه اتواصل وياه بس عن طريق الموبايل موقع تواصل يعني بس هيك. تبع منطقه؟ انا هنا هاي منطقتي. هنا منطقه؟ اي هاي منطقتي البصره. شو راجع حساباتك؟ اختار لك صديق من جديد يعني حتى تكون هي نصيحه للكل. انا جربت مو شوف بالي هسه انا حاليا ابو سوق. عرفت الزين حشاك وعرفت المو زين تمام؟ فيعني شلون اقول لك انا عرفت زين اماشي منو واعوف منو فشفتها يعني حشاك يعني كلها. شو اسمك انت؟ علي. علي ابو حسين. يا بعد روحي اقول لك فرد السالفه. لازم تختار لك صديق وهذا الصديق يكون ظلك ويكون عينك ويكون لك المرشد ويكون لك الناصح ويكون هو اللي يدليك على الطريق الصحيح. هسه مو شرط بعمرك ما تختار لك صديق تقول مو زين هذا تقول رافقت زين ولا مو زين. مو المو زين يدلك على الطريق التعبان. صحيح. زين. صحيح. كون صديقك اللي دوم يعاتبك صديقك اللي دوم يقول لك اوقف هذا حدك. هذا وين اتحصله؟ موجود بدات امك وين اتحصله؟ وينكم من هذا؟ والله حق ربك ماكو والله العظيم. يعني هيك لهالدرجه ماكو؟ ابد ابد ماكو. انا قلت لك ابو سوق عاشرت راجع وشفت. راجع حساباتك والله العظيم عاشرت وشفت وقعد على قولتهم شايف هاي اللي يقول لك هسه غسلت ايدي غسلت ايدي انا رحت. كم شط؟ كم شط غسلت ايدك؟ بصابون وماي وراحت خلصت. اي والله مجروح. لا ما لا مش المحل لك ان شاء الله اشتغل به. والله عامل اي والله. زين مشي امورك؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله وشكرك. الله يوفقك ان شاء الله. يا بعد روحي في الدور لك. يا بعد قلبي حياكم الله. ابو حسين يعني ضايج من قصه الصداقه والجماعه اكيد مضوجين هم اكيد داقين بيدقموا جماعه يسوي ستوريات وينشر